السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبي قلبي متابعي قناة ليت جيمز كل العشاق. العب جانبكم فيديو جديد قناة لعبة مودرن مارشب. تعديل بسيط صار على اتش ام اس المدمرة البريطانية، قد لا يذكر كثيرا، مو مثل تعديل فرقاطة موغامي اللي ضافه لتربيد، تعديل شوية بالرادار، بالمناورة، بالسونار، يعني مو ما مختلفات كثيرا، ما حيسوون خلاف او اختلاف كثير جذري بالقطعة هاي، لكن اريد اجربها بالاونلاين مع تشكيلة شدات فقط، وهذا اعتبره تحدي لي. هل راح اقدر اجيب بيها دمج عالي وفوز سهل وكلات ام لا؟ وللعلم السعر مالتها يا شباب بالسوق الحر لو تجون 630 ارت كوين فقط. نجي على التشكيلة مالتنا يا شباب، لا تنسوا لايك المشاركة. ثلاث صواريخ تايب 40، مدفع مونراك راجم تين تايب 726، توربيدين تايب 12، مروحية ار اي اتش، ومدافع اوتو جيبكا، وبها مدافع اوتو ثير مغلقة ام كي 38، ثلاث دفاعات جوية متغيرة كاربون مع دفاع استر. صراحة المدمرة متكاملة من كل النواحي، المدمرة متكاملة، صاروخية، راجمات، توربيدات، مضادة، مكافحة، فهي حلوة جدا ورائعة جدا. لكن هل راح تعطينا امكانيه رهيبه بالاونلاين وتستحق السعر مالتها، ام نقول تستحق اكثر من هذا السعر؟ راح نشوف. ليتس جو. اوكي يا شباب، ليتس جو. جيد، حاملتين، يلا اكشف لهم الحامله ليفل 30. يلا ان شاء الله يكشف لنا، يعني نتمنى ان يكشف لنا، نتامل هذا، احتمال ينبعر. طب الحملة ما تنكشف، شوف بينما صاحبنا النايم عايش تيدا، صاحبنا النايم عايش تيدا. دفاع جاي تشتبك بشكل صحيح، ظل النايم صاحبنا، ظل العافية عايش تيدا، بارك الله بيك. ها تحركت، صحيت، يا الله. ايون صحيت، لو بعدك ضارب ليك هذا ابو الاراجون يمنا. جي جي، يعني شلون اقاتل يردوني وانا عندي واحد عبيط وياي ما يعرف يكشف؟ تعالوا بلا رقم، تعال 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 تعال. من علمك تبوش بلا رقم؟ من اعطاك لقب هيرو اصلا؟ تعال ول نور، راحت ترى جونس منور، ما تعيدها مرة ثانية، لا تحاول تعيدها مرة ثانية. هذا قريب علي، ظل هيجي بهذا الشكل، منتظرة. منور، هلا والله، سلم لي. حلو، خلصنا من الثاني. نبلش على الثالث. ها شنو الدماتي؟ هلو، ايش في الدماتي؟ ولد والله دمج حلو. الحاملة تحسك What is this؟ والله دمج
جيبه. ولد اهلا حسون، سنتبهت كلاب عربي. وانا مليون ومئة وثلاثة وتسعين، واو صراحة ده مش حلو. انا اسوي كله ارجع بالسفينة، بالعكس حلو حلو الحركة مالته. خلنا نتقدم هسه حتى تصير بوجه هذا، نسوي له السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالقصف اللي جاني، اهلا وسهلا بالقصف اللي جاني. نووي وما ادري شنو، حسيت الدنيا كلها قصفتني. ولد المعركة، ما هذه المعركة؟ خطيرة. مليونين تقريبا دمج مع ثلاث كلات. صراحة اللي شفت دمي هو الهجوم مال الطيارة والراجمة مال الليدر، عدت له خلل فني عندي صار صراحة. انطيني جيم الاخ. اوكي يا شباب، وات از ذس؟ وات از ذس؟ واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة هيرو وياي وانا ليجندري. لان هنا ولا انفلونزا، هنا يا شباب ماكو عدالة. ثلاثة هيرو وليجندري وياهم نفس التيم، اي شلون؟ من تيم مقابي ايش يسوي؟ يبيع لبلبي؟ وااااا التوازن ضايع. بس مثل الان راح استلم من شنو؟ الحاملة باعتبار اوبن قدامي على راحة راحتي، ارمي براحتي ما عندي مشكلة. ارمي ارمي، بدا يتحرك. بدا يتحرك، اهربوا. أين تهرب؟ أين تهرب؟ أتوقع بطلع حي، أخذ كلاني. أيوة أخذنا كل، يا سلام أخذنا كل، أخذنا كل يا شباب. دمج تشكيلة شدات هذا قاتل. بس أبو سي التايب 96 والله يا شباب، ما ادري ايش اقول لكم، بس الجيم هذا حسيت يعني ظلم للخصم، ظلم بمعنى كلمة ظلم. خصم هنا انظلم الى درجة ما حيتوقعها. بس لو نجي بشكل عام لوضع السفينة فهي ممتازة من ناحية التكامل. ما ادري البدن، ما اعرف يعني هل بي مشكلة او لا، ما ادري، بس هي متكاملة حلوة ورائعة وخطيرة جدا. اهلا اهلا بالخطورة النووية. ابو الغواص جايك، ابو الغواصة جايك. 96 لا يا زمن، لا يا زمن. ها
حاول فيما بعد. أين أنت؟ شوف، هناك بعض الغواصات ممتاز جدا لهاي القطعة. الدفاعات الجوية تشتغل صحيح. اوكي، لازلنا نكافح. انتهى الامر. الكلمات تراح الثاني، بس 1,500,000 هناك، 2,000,000 تقريبا. ممتاز جدا، القطعة رائعة جدا يا شباب صراحة، وللأمانة تستحق ال 700 ارت كوين تقريبا. ليش لا؟ صواريخ، مدفع، راجمات، توربيدات، دفاعات جوي، مدافع اوتو، اذن كلها على بعضها تعطيك قطعة متكاملة. بس حسيت اكو شيء مشكلة بالبدن. حسيت. اتمنى ملاحظاتكم واراكم شباب على السفينة. تسلم لكم مشاركة، وفي امان الله.